بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال يقول: هل البنت أو المرأة التي لا تلبس الحجاب هل يبطل صومها؟ لا يقبل صومها؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول: نحن أصلنا إن كل عبادة مستقلة. الحجاب على رأي جماهير العلماء، أنه واجب على الإيه؟ على البنت التي وصلت إلى سن البلوغ، وعلى المرأة. فإذا المرأة لم تلبس هذه مسألة مخالفة، شرعية. ولكن إذا صامت نقول لا تصومي لأنك في مخالفة، لا، نجمع عليها مخالفتين نقول لا صومي وتصوم. فإذا تحققت بالأركان الصوم وصحيح الصوم فالصوم صحيح، القبول عند الله عز وجل. لا يمتلك إنسان أن يقول هذا الأمر مقبول أو غير مقبول. ولكن بنقول لو أنت تحققت بطاعات ربنا أكثر فبيكون أرجى للقبول. ولكن نمنع غير المحجبة، نمنع ونقول صومك غير صحيح، لا نستطيع أن نقول هذا. ما دامت تحققت بالأركان المشروعة نقول لا صومك غير مقبول، لا نستطيع هذا، فهذا أمر عند الله عز وجل. ولكن نقول علينا أن نحافظ على الأوامر الشرعية كلها حتى يكون الأمر مع الله أرجى للقبول وللثواب، والله أعلم.